شهوان، على اي اساس يعني شفنا تقرير بالتقرير انه هذا الاستثمار مربح؟ ليش مربح؟ على اي اساس؟ يعني اوكي سي ان ان قالت من اسبوعين انه من اكثر المناطق جاذبيه للاستثمار، ليش؟ كله بالاخير بيقف على شيء اسمه مثل ما قال معالي الوزير العرض والطلب. نعم. حتى اسعار العقارات واسعار المنازل وكل شيء بيتوقف على العرض والطلب. نحن بلد مساحته حوالي 10,000 كيلومتر مربع. بدك تشيل منه 3 او 4,000 كيلومتر بين وديان وجبال واراضي زراعيه وسهول واملاك الاوقاف، بضل في عندك 5 او 6,000 كيلومتر مربع. نعم. في 4 مليون لبناني مقيم، وفي 12 14 15 مليون لبناني مغترب، وفي عرب وخليجيه بهمون يشتروا بلبنان. إذا الأربع مليون المقيمين وشيل من ال 12 مليون مغترب 8 9 بقي 3 أو 4 على 8 مليون لبناني. نعم. بدهم يشتروا بهالخمس أو 6,000 كيلومتر، وبهالخمس آلاف أو 6,000 كيلومتر بدهم يشتروا بالمدن وببيروت وجبل لبنان، هو أكثر الطلب. مع نمو سكاني 1.5%. اليوم الأسعار ما بتطلع لأنه المطور العقاري حب يعلي سعره ولا طمع ولا شيء. في شيء اسمه عرض وطلب. ما بقى في اراضي صالحه للعمار بلبنان. عم تحكي ببيروت، بيروت وجبل لبنان. طلع انت صوب جبيل، طلع صوب عرمون، طلع صوب الدوحه، روح باتجاه الجيه والنعمه. طيب هالبيوت كلها عم تنسكن اليوم التجوه. السكن بلبنان او يلي عم يشتري عقار بلبنان 95% منه عم يشتري للسكن. ما في مضاربه، ليه؟ اللي كان عم بيصير بدبي انه بيجي بيشتري شقه وبيرجع بيشتري 10 بركي بيرجع ببيعها وبيربح فيها، هي بلبنان ما في منها. يلي بيشتري بيشتري بيت لإله، بيرجع بيقول بيشتري بيت انا لاولادي او يعني بيت اضافي. شراء العقار بلبنان هو بهدف السكن، والسكن هون تنرجع شغله على قصه بيروت. طيب اذا كان سكن شو يعني استثمار؟ ما في استثمار، لا ما في. الاستثمار هو اللي بيعمل تجاره. ايه 90% اللي عم يشتروا بيوت عم يشتروا للسكن. يلي عم بعمروا البنيات طبعا هيدي مهنة. انت اليوم وقت بتقول لي حضرتك اليوم انه ايه بدها تطلع الاسعار، ايه، وانه سعر المتر بوسط بيروت من 6,005 ل 12,005، ايه، شو عم بتقول لي؟ انا عم اقول لك، عم تقول لي انت ما عندك فرصه ابدا بقى تاخذ بيت. لا لا لا، خلينا نوضح شيء. هو عم يتمنى هيك. انا لحظه، وهيدا واقع ورح يصير. انه نحن ببلدان الجوار بتروح على الشام بحي اسمه المالكي المتر البيت ب 10,000 و 12,000 دولار. روح على تركيا اليوم الاراضي طالعه والبيوت طالعه، كل هالبلدان عم تطلع. دائما في مناطق معينه بكل بلد وسط المدينه بيكون اغلى من غيره. ما بقى في اراضي، انا ارتكز على مبدا العرض والطلب. ما بقى في اراضي، روح على الاشرفيه، روح على فردان. اليوم يجي نفحه امل تتحسن الاوضاع الاقتصاديه الامنيه والسياسيه شوي. اذا 1% من المغتربين قرروا يشتروا بيشيلوا 100 150 الف. استاذ عادل عبد اللطيف، هذا رايك؟ أكيد. وبضيف عليه كمان عدة أمور تانية.